سلام، في فيديو جديدة. كي دايرين؟ لاباس. المهم نكملوا فين وصلنا. درنا لو بريزون، دابا فهمتوا لو بريزون. اللي ما فهموش يعاود يتفرج في ديك الفيديو. ودابا غنشوفو، نهبط صفحة جديدة، غنشوفو الأفعال الأكثر استعمالا. شفنا، هنكتبهم لكم هنا. داكشي شفنا افوار وشفنا اتر ياكو، وشنو شفنا عاوتاني؟ شفنا الي. هادو من اكثر الافعال اللي كيتستعملوا. او ما عندكم ثلاث الافعال دابا عرفتهم كيفاش كيتصرفوا في الحاضر. ان شاء الله ملي نوصلوا للماضي الباسي غنديروا حتى هو هاد الافعال، نشوفهم عاوتاني في الباسي ونشوفوا الافعال الاكثر استعمالا. غنشوفوا faire manger boire. faire هي يدير، كدير شي حاجه يدير. manger ياكل. boire يشرب. شنو اخر؟ venir venir يجي. partir يمشي. partir بحال aller يمشي. venir partir faire manger parler يدوي. regarder يشوف يتفرج. regarder يتفرج. voir يشوف. هاد regarder معناها حتى يتفرج ومعناها حتى يشوف، كتجي بمعنى بعض المرات يشوف، يشوف شي حاجه. مثلا شي واحد كيقول لك regarde regarde، معناها شوف شوف ديك الحاجه. مثلا voir يشوف. écouter يسمع. écouter يسمع، مثلا يسمع الموسيقى. entendre يسمع، ولكن ماشي الموسيقى، كتسمع شي حاجه. هنا كتصنت، ايكوتي كتصنت، كتصنت، وهنا كتسمع. فوالا ايكوتي كتكون اصغاء، فهمتي؟ كتكون كتسمع ولكن باصغاء، كتصنت لديك الحاجه، كتصنت لها. اونطوندغ غير كتسمع، تقدر شي حاجه سمعتها وما عرفتيش، ما فرزتيهاش هنايا، عا سمعتي شي صوت وما، اما ايكوتي كتصنت ليه مزيان. ما تشوف واحد كيقول لك ايكوت ايكوت، سمع سمع، فهمتي؟ تصنم، ما كيقولش لك اونطون اونط، كيقول لك ايكوت ايكوت، سمعني سمعني راني كندوي معاك. شنو اخر نزيدو؟ صافي كنظن نديرو هادشي في هاد الفيديو. وغادي تا 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 جي نقدر نديرو فخابي. فخابي ضرب. بلوري يبكي. طومبي يطيح. طومبي يطيح. مونتي يطلع. ديسوندر ينزل. بارك نشوفو بعدا هادشي وحن الله. اوكي فير هاد الفيديو غتكون طويلة شوية، دونك الى تفرجتو فيها نهار اللي تفرجوا فيها نحاول لوحه بكري باش تجيبوا بها، تجيبوا بها المغرب. تقعدوا تفرجوا تجيبوا المغرب. حقا اللي كيتفرج في الفيديوهات ديالي وما كانش كيحط حدا ورقه وستيلو كاين كيقيد غايب، لما تقعد تفرج حيت داكشي كلشي غتنساه الا ما كنتش ورقه وستيلو تراجع. اصلا الفيديوهات ديالي طوال، الا بغيتي تعاود تقول نرجع نتفرج فيهم داكشي طوال تعكز. صافي تفرجتي الدقه الاولى قيد. يدير فيغ يدير. جو في تو في il في elle في on في nous faisons vous faites ils font elles font. je fais انا كندير. tu fais انت. tu fais شفت انا كتبت tu انت كدير ولا انت كديري. دابا حيت كاين افعال بزاف غنعطيو امثله، شويه الامثله ما نديرش لكم كلشي، نتوما تدربوا عليكم، نتوما ديروا كلشي.
نعطي كل فعل جوج أمثلة وندوز باش نقدر في هذا الفيديو ندير كلشي الأفعال. il fait هو كيدير، elle fait هي كدير، on fait حنا كنديرو، nous faisons حنا كنديرو، vous faites نتوما كديرو، ils font هما كيديرو، elles font هما كيديرو. اوكي دابا شوفوا مزيان، فهادشي جو في انا كندير، تو في انت كدير ولا انت كديري، il fait هو كيدير، elle fait هي كدير، on fait حنا كنديرو، nous faisons حنا كنديرو، vous faites نتوما كديرو، ils font هما كيديرو، elles font هما كيديرو، مجموعة ديال الدريات. اوكي شوفوا دابا امثلة، جو في دي بيتيز، je fais des bêtises، je fais des bêtises هي كندير البسالة، لي بيتيز هما البسالة ولا القباحة. انا نكتب عليكم هنا، هتقولوا لي شنو هي دي؟ راه ديجا شفنا دي شنو كتعني، نكرة الجمع، نكرة الجمع، بيتيز هما القباحات، ودي واحد القباحات، كندير واحد القباحات بحال تقول واحد القباحات نكرة ما معرفاش، ماشي كندير القباحات ولكن كندير واحد القباحات، هما كيقولوها بحال هكا. المهم بيتيز كندير القباحة، هما كيقولوا القباحات، فوالا جمع. tu fais le bébé، tu fais le bébé، tu fais هي كدير، le bébé هو الرضيع، الطفل الصغير اللي باقي كيرضع كيكون بيبي، tu fais le bébé كتعني هي كدير الرضيع، كدير راسك صغيور. علاش كدير تبوحة وكدير بحال، ماشي كدير راسك صغيور ولكن كدير تتصرف بحال شي دري صغير، هي tu fais le bébé. ندير لكم كدير الدري الصغير ولكن ندير بين قوسين زعما كتصرف بحال الدري الصغير، هذه تعبير، طريقة تعبير. المهم انا كتبت لكم كدير الدري الصغير، كتبت كتصرف بحال الدري الصغير، سمحوا لي على هذا، كل ساعة كنبقى نحيد هذا الشيء حيت الديكسيونير انا كي كتب لكم بفرونسي وورد فرونسي، يعني الا ما كانتش شي كلمة بفرونسي كيكتب لك بأنها خطأ، ودابا كندير اللي يدخلها للديكسيونير يعتبر بانها راه موجوده في فرونسي باش ما يبقاش يطلع عليا خطا. المهم tu fais le bébé كدير دري الصغير، زعما كدير فيها دري، كتبدا تتصرف بحال دري الصغير. اوكي ندوزو للفعل الاخر، الفعل الاخر هو مونجي، مونجي ياكل، je mange، tu manges، il mange، elle mange، on mange، nous mangeons، vous mangez، il mange، elle mange. je mange انا كناكل، tu manges انت كتاكل ولا انتي كتاكلي، il mange هو كياكل، elle mange هي كتاكل،
اون مونج حنا كناكلو، نو مونجون حنا كناكلو. بلاتي نوريكم واحد اللعيبة هادي ضرورية خاصكم تعرفوها في الفرنسي. هاد علاش هنا تقولوا لي خليتي هاد الاو؟ علاش هاد الاو كاينه؟ علاش ما تحيداتش مع العلم ان هنايا خاص او زيد؟ علاش ما درتيش لها او؟ حيتاش اصلا هاد او زيد راه مزيوده، هاد الاو راه مزيوده، هاد الاو الاخرى مزيوده. هادشي ما بغيتش نعلمو لكم، ولكن نقول لكم القاعده. اش كتقول القاعده؟ كتقول كنشدو هاد الفعل الاصل، هذا هو كيتسمى لانفينيتيف، كيتسمى لانفينيتيف الاصل، كنحيدو لهاد الاغ الاخرى وكنبداو نزيدو عليه في جو كنزيدو او، هنا في لو بريزون في تو كنزيدو او اس، في ايل كنزيدو او، في ال كنزيدو او، في اون كنزيدو او. دونك هادشي كلشي اللي كاين في الاخر غير مزيود. هنايا في نو كنزيدو او ان اس، في فو كنزيدو او زد، وفي ايل كنزيدو او ان تي، وفي ال كنزيدو او ان تي. وانتم تلاحظوا ملي نشوفوا افعال اخرين حتى هما، هذا كيتسمى من الدرجه الاولى، فعل من الدرجه الاولى. الافعال من الدرجه الاولى كيساليو ب او ار، كلشي الافعال اللي كيساليو ب او ار كيتصرفوا بحال بحال، الا شي وحدين حالات شاذه كيف ما شفنا، بحال لو فيرب الي، الي تا هو كان كيسالي ب او ار ولكن حاله شاذه. دونك القاعده ديالهم كتحيد هذا الشيء وكتزيد او او اس او 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 ان اس او زد او ان تي. ولكن علاش هنا زدنا او؟ خليناها ما حيدناش هاد الاو، زدنا هاد الاو علاش؟ نحيدوها. قراو شنو تقراو؟ نو مون هادي اش كتقرا؟ جي و او، كتقرا جو ما كتقراش جو، هاي اللي كتقرا جو، هادي جي او كتقرا جو، هادي كتقرا جو. وشو سطر لي على بالحمر انا خطأ، حيتاش حنا ما خاصناش نقراوها مون جو، كنزيدو او، حيتاش الاو جي او كتقرا جو، ومع اون جو اون جون 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 مون جون، فهمتوا؟ المهم هذه باينه قوسين، انا ما كنبغيش نعطيكم زعما القاعده الاجماليه حتى انا الكونجوغازون ما عمرني حفظتها، وهادشي نقولو في الطريقه ديال الفيديو اللي هي الطريقه كيفاش تعلمت انا الفرنسي، كيفاش كنتعلم اللغات الاخرين طريقتي. ما كنحفظش القواعد، المهم ما كنحفظش الكونجوغازون، ما كنحفظش. المهم فو مونجي، نتوما كتاكلوا، il mange هما كياكلوا، elle mange هما كياكلوا. اوكي نعاودو عاوتاني نشوفو. je mange انا كناكل، tu manges انت كتاكل، il mange هو ولا انت كتاكلي، il mange هو كياكل، elle mange هي كتاكل، on mange حنا كناكلو، nous mangeons حنا كناكلو، vous mangez نتوما كتاكلو، il mange هما كياكلو، elle mange هما كياكلو. اوكي نعطيو دي زيكزامبل، امثله انا نكتبها لكم، دي اكزامبل دي زيكزامبل، هي امثله امثله يا امثله. مثلا il mange beaucoup beaucoup كتعني بزاف. كنكتبش انا بزاف هكا، بوكو هي بزاف. شنو مثال اخر؟ ال بارل ال مونج ترو، تا هي نديرو بوكو ترو، ترو هي بزاف، ترو كتر من القياس كاع، ترو هي بزاف كاع، شي حاجة كتر من القياس ترو. نشوفو دابا بواغ،
15 وصلنا 15 دقيقة تبارك الله، وباقي لنا باقي لنا الخدمة. نقدر هذا الفيديو نقسمه على جوج باش ما نطولش عليكم الصراحة، نقسمه على جوج، ندير بواغ ولا نحبس دابا ونكمل، ما عرفتش والله ما عرفتش. المهم ندير هذا بواغ نساليو ونحبس الفيديو ونكمل عاوتاني، ندير ندخل في فيديو اخرى. هادشي اللي بان ليا يشرب، حيت هنايا كنبغي نعطيكم معلومة كيف ما كنقريها للناس، ماشي ندوز نعطيكم على التفرتيت كيف ما كيديروا اكتريت لي شين وكيجيبوا لي فيو. شي اللي ما فهمتش انا كيفاش كيعطيو بنادم التفرتيت وبنادم كيتفرج انا ما بقيتش في كاميرا زوينه وتصوير زوين والدريه ولا دري لابس مزيان، انا بقيت في داكشي اللي كيعطيوكم نتوما، كتشوفوا داكشي زوين التصوير زوين داكشي كتمشي حلو فمكم. في الاخر كي في الفيديو كيدير لك فيديو ديال 7 دقائق كيقول لك اجي كو تو بو، كتسحب راسك راه تعلم فرنسي. انا ما في ما نبقى ندير داكشي ديال الكاميرا وسميتو، كنجي كنعطيكم بي سي ديالي كان فيه الميكرو ونعطيكم المفيد حاجة لا تستافدوا منه. يشرب حتى واحد ما يقدر، كلشي راه كيعيي، حتى واحد ما يقدر يبقى يدير لك بحالك. كيجي كيقول لك 5 كلمات تستعمل في اللغة الفرنسية: جو بوا، جو مانج، جو كين، جو تين. 5 الكلمات هما اللي يعلموك: جو بوا، انا كنشرب، تو بوا، il boit، elle boit، on boit، nous buvons. شو كيفاش تبدل: vous buvez، ils boivent، elles boivent. je bois، انا كنشرب، tu bois، انت كتشرب، انت كتشرب ولا انتي كتشربي، ديما كنسى انتي، انتي كتشربي. il boit، هو كيشرب، elle boit، هي كتشرب، on boit، حنا كنشربو، nous buvons، حنا كنشربو، vous buvez، نتوما كتشربو، ils boivent، هما كيشربو، elles boivent، هما كيشربو. اي 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 يلا تفرجوا ليا. جو بوا، انا كنشرب، تو بوا، انت كتشرب، il بوا، هو كيشرب، elle بوا، هي كتشرب، on بوا، حنا كنشربو، نو بوفون، حنا كنشربو، vous buvez، نتوما كتشربو، ils boivent، هما كيشربو، elles boivent، هما كيشربو. مجموعة ديال الدريات. دونك نشوفو دابا جوج أمثلة: vous buvez de l'eau، نتوما كتشربوا الماء. l'eau هو الماء، ولو لو باللغة الفرنسية هو كلمة مؤنثة، وهنشوفها إن شاء الله في أمثلة من بعد. كلمة مؤنثة، ما كنقولوش ان او ان نو، ما كنقولوش، كنقولو اون اون، وما كنقولوش اون أصلا، كنقولو لو، ما كنقولوش ديك اون. علاش؟ حيتاش الماء ماشي شيء موحد، ماشي بحال مثلا طوموبيل نقولها اون فواتور. الماء ما كيتحسبش، شي حاجة لا تعد، شي حاجة ما كنحسبوش، ما كنقولش انا عندي ما، عندي 2 ماوات، عندي 3 الماوات، ملي ما كنحسبوش يعني ما يمكنش لنا نقولوا ليه اون ولا ان، فهمتوا؟ بحال مثلا السكر، سكر، سكر، ما كنقولوش ان سكر، فهمتوا؟ كنقولوش ان سكر. الحاجة اللي ما كتحسبش ما يمكنش نقولوا منها 1 2 3 4 ديال الحوايج، مثلا بحال الدقيق، واش كنقولوا عندي دقيقة، عندي 2 دقيقات، عندي 3 دقيقات؟ لا، كنقولوا عندي الدقيق اون جينيرال، ما كندخليوش في النكيرة، كنعرفوه.
كذلك الماء، الماء شي درنا ليه لو، عرفناه لو الماء، ما قلناش عندي ماء واحد الماء، لا كاين ماء واحد، ما حتى ما كيتحسبش، فهمتوا؟ كذلك الدقيق، اي حاجه، اي حاجه ما كتحسبش، السكر، اي حاجه، اي حاجه ما كتحسبش، انت يولي تحسب ملي ديرو في كاس، لا تولي تقول واحد الكاس ديال الماء، جوج كيسان ديال الماء، ثلاثه الكيسان ديال الماء، فهمت؟ ملي كديرو في واحد البارتي كيولي تحسب، وكتولي تدوي على ديك الحاجه، على الكاس، ما كدوش على الماء، كتقول كاس غير ديال الماء، فهمتوا؟ فهاد القضيه كنزيدوها دو، ملي كتكون الحاجه ما كتحسبش كنزيدو لها دو، دو بحال كتعني كميه غير محدوده من، حيتاش دو اصلا كتعني من، بحال كان هنايا الجمله انتوما كتشربوا من الماء، فهمتوا؟ انتوما كتشربوا من الماء، فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ الا حيدنا هنا انتوما كتشربوا الماء المعرف، يعني عارفين واحد الماء، يعني كان واحد الماء في الثلاجه، كنا حاطين واحد الماء في الثلاجه، وانتوما كتشربوا داك الماء اللي في الثلاجه، فهمتي؟ معرف اللي انا وياك عارفينه، اما ملي كنكونوا كندويو على شي حاجه نكيره، يعني كتشرب الماء اون جينيرال، اي ماء كتزيد ديك دو، ودو اصلا كتعني هي دو، كتعني ديال، غير باش تعرفوا المعنى ديالها، كتعني بزاف ديال المعاني، ديال مثلا من شي بلاصه، مثلا انا راجع من شي بلاصه، هذه ديال مثلا الطوموبيله ديالي ولا ديال الوالد ديالي، فهمتوا؟ كتعني ديال ومن، وتقدروا تلقاو في بعض الامثله، فهمتوا؟ كتجي بزاف بهذه القضيه. المهم انا ما برزتش لكم راسكم معايا، تنطيحوا في امثله وديك الساعه نشرحها لكم مزيان. المهم هادشي اللي كنت بغيت نشرح لكم، شنو خاصنا مثال اخر نديروه، مثلا ال بواف دو لالكول، لالكول، واكتب لي على الكول مزيان اصاحبي، الكول لي صحيح، صحوا لينا الكول، ما عرفش كيفاش نكتبه. الكول انا اش كاتب بلا اكلول في قلب لا ترجع، والله كنقول لا الكول وكاتب لا اكول، الكول الكول هو الكحول، الشراب، الخمر. البواف هما، هن مجموعة ديال الدريات، هما كيشربوا الشراب، الكحول. والشاي درنا دو، حيتاش ما حددناش واش قرعة ديال الشراب ولا كاس ديال الشراب اللي كيشربوا، كيشربوا الشراب وصافي اون جينيرال نكيرة، داكشي درنا ديك دو، البواف دو الكول، واحد الكمية من الكول ما محدداش. اوكي نظن اننا نحبس هنا، راه 23 دقيقة، شي الحمد لله راه مزيان، حنا غاديين مزيان، وميعادونا في الفيديو القادم ان شاء الله. تشاو تشاو، يلا السلام عليكم.